الحلقة دي عشان كل الناس، الناس اللي ساكنة في فيصل، الناس اللي ساكنة في الهرم، الناس اللي ساكنة في الزمالك، الناس اللي ساكنة في الأرياف، كل واحد فينا هو أو أخوه أو جاره أو قريبه عنده مشكلة من دي. بنى من غير ترخيص، خالف، عمل كام دور زيادة، حصلت مخالفة من نوع معين، جات الدولة قالت عندك فترة 6 شهور تقدر تقنن فيها وضعك، والفترة دي مش راجعة تاني. يعني لو خالفت وما تصالحتش خلال ال6 شهور خلاص كل الأحكام ستطبق عليك، سواء كانت أحكام مقيدة للحرية أو بإزالة المبنى وإزالة المخالفة. قانون التصالح على البناء ده موضوع حلقتنا النهاردة من الحال يوم. واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي، المهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سيف الدين فرج خبير الاقتصاد والتخطيط العمراني، اهلا وسهلا بيك. استاذ امجد عامر خبير التنميه والاداره المحليه، اهلا وسهلا بحضرتك. شفتوا ازاي فرصه تعطيها الدوله 6 شهور بس لتقنين اوضاع بحالات محدده بشرط سداد حق الدوله فيما يتعلق بالمخالفه؟ الفرصه دي مش مطلقه، بمعنى هي داخل منظومه الاسكان. لما نبص للدولة من 2012 بتشتغل بأسلوب استراتيجية، مش بتشتغل بلقطة وتخلص أو لقطة تانية وتخلص، لا. هنلاقي إن قانون التصالح اللي طلع رقم 17 سنة 2019 ماشي مع المنظومة اللي هي صندوق تطوير المناطق العشوائية. سيادة الرئيس السيسي قال إن بنهاية 2019 هتنتهي المناطق العشوائية اللي غير آمنة. معنى كده إن كل التطوير اللي حصل تطوير في الفترات اللي فاتت للإسكان العشوائي الغير آمن، منطقة السكاكيني، منطقة الحطابة، مشروع مسبيرو الهايل ده، يعني حلو. أنا شايف إن مشروع مسبيرو ده حاجة عظيمة جدا. عظيم. إحنا بقى بنتكلم دلوقتي على قانون التصالح، القانون ده حضرتك شفته إزاي؟ ما هو شفته كآلية من آليات الاستراتيجية دي كلها. عظيم. نفوكس بقى أكتر على القانون. قانون التصالح فرصة ذهبية لبعض المخالفات، ومش بقول كل المخالفات، لأن القانون استثنى
مخالفات جسيمه. صح. زي ايه مخالفات جسيمه؟ زي الخروج بره خط التنظيم، مفيش تصالح معاه، مخالفه الارتفاع بسبب الدفاع المدني، صحيح، مفيش تصالح معاه، البناء على ارض ملك الدوله مفيش تصالح معاه، الاراضي اللي تخضع للتنسيق الحضاري، مبنى مميز معماري، مفيش تصالح معاه، صحيح، البناء داخل البناء خارج الاحوزه العمرانيه مفيش تصالح معاه. يبقى اذا القانون مش في المطلق، القانون حدد بعض المخالفات التي يمكن التصالح عليها، والقانون ركز على عنصر اساسي مهم جدا يعكس فلسفه المشرع، ان هو بيحافظ على سلامه المواطن المصري، ان النهارده المواطن المصري بقى هو اغلى ثمن في البلد. صحيح. ازاي حافظ عليه؟ حافظ عليه انه اهتم بالدرجه الاولى بسلامه المنشأ. هتلاقي اي مخالفه اتعملت لا يمكن التصالح بتاعتها، لا يمكن الا من خلال تقرير استشاري من مهندس انشائي. خلينا نمشي خطوه خطوه، خلينا نمشي خطوه خطوه. ببساطه شديده كده عشان الجمهور بيسمعنا، ده زي ما قلت حياتك في كل بيت مهما كان المستوى الثقافي في يعني عندهم حالة أو أكثر للمخالفة. الدولة قررت إنها تتصالح مع الناس المخالفة بشرط حالات المخالفة ما تخرجش عن إطار معين. بالظبط. أنا راجل مخالف ولا راضي يدخل لي مية ولا راضي يدخل لي نور وقال لك إنه خالف، أعمل إيه؟ تمام. هو مبدئياً إحنا عايزين بس نشوف إن قانون مصالحة البناء، هي الدولة عاملة قانون البناء الموحد 2018، والدولة قدرت إن هي تحجم موضوع المخالفات في البنايات الجديدة، لكن كان عندها مشكلة قوية جدا في الكتلة العشوائية اللي بتمثل حوالي 40% من الكتلة السكانية في مصر كلها. وبسبب ان نقص موارد الدولة في توفير المرافق العامة وتوفير الصرف الصحي والمياه بشكل اخص، فالدولة حبت ان هي تحط قانون، القانون ده تقدر تستفيد منه، تقدر تستفيد من الدخل بتاعه في ان هي تحسن جزء كبير جدا من موارد الدولة لتحسين المناطق العشوائية او تحسين المناطق المخالفة وتوفر لها المرافق بشكل افضل. فقانون مخالفات البناء ده الدولة كانت يعني الفكر بتاعها أو الاستراتيجية بتاعتها إن هي إزاي تقدر تحجم أو إزاي تقدر تطور 40% من الكتلة السكانية اللي اتبنت على عشرات السنين بدون تخطيط. تمام. دي فلسفة القانون. دي فلسفة ندخل القانون. بقى في القانون نفسه، في إجراءات التصالح. إجراءات التصالح، إن أول حاجة هو بيقدم طلب للتصالح. طلب التصالح ده بيكون قيمته من 500 جنيه ل 5000 جنيه على حسب الوحدة نفسها، سواء كانت في قرى او سواء كانت في مدينه وفقا للائحه التنفيذيه. يعني الطلب نفسه ليه رسوم. الطلب نفسه ليه رسوم. اول ما بيقدم الطلب لازم يكون الطلب ده موافق معاه تقرير سلامه للمبنى الانشائي من مكتب استشاري معتمد من جهه مختصه، بالاضافه ان يكون ان هو يعني مش يعني ما فيهوش اي حاجه من السبع حاجات اللي الدوله حددتها اللي حضرتك قلتها في الاول، او اللي هي نقولها تاني. اوكي. الدوله قالت انه في حالات ما فيهاش تصالح نهائي. مخالفات جسيمة. تمام. الاعمال اللي بتخل بالسلامه الانشائيه للبنى، يعني لو حضرتك الاساس بتاعك شايل 5 ادوار وهو المفروض يشيل 3 مستحيل هنتصالح. التعدي على خطوط التنظيم المعتمده وحقوق الارتفاق المقرره قانونا. المخالفات الخاصه بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري الفريد، يعني لو حضرتك عندك فيلا في مصر الجديده ليها طراز معماري وبيبقى مكتوب عليها كده يعني ومسجله، يعني كل ما يخضع للتنسيق الحضاري. بالظبط. وحضرتك عملت فيها مخالفه لا تصالح فيها. تجاوز قيود الارتفاع المقرره من سلطه الطيران المدني، دي مستحيل الهزار فيها. البناء على ارض مملوكه للدوله، ده فيها قطع ايد، دي بقى بالقانون طبعا. البناء على الاراضي الخاضعه لقانون حمايه الاثار وحمايه النهر. تغيير الاستخدام للمناطق اللي اتصدر لها مخططات تفصيليه معتمده، لو انت عندك المكان سكني وانت عايز تقلبه اداري او تجاري برضو ده ما ينفعش. البناء إلا خارج ما فيش مخطط تفصيل. اما هو قال في حال وجود هو وخطط له ان يكون اداري. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. وطبعا هو قال كمان القانون الحالات بتستثنى بعض الحالات الواردة بالقانون 119 سنة 2008، وطبعا المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام. نعم. دي الحالات اللي لا يمكن التصالح عليها. طيب غير كده بقى، أنا راجل غلبان دلوقتي وساكن في فيصل ومش غلبان قوي يعني لأن أنت مخالف من الأول. فروحت ضارب 3 ادوار وقال لي القانون عندك 6 شهور بالظبط. 6 شهور دول يتحسبوا من يوم ايه؟ يعني يخلصوا امتى؟
الست شهور هيبداوا من تاريخ من تاريخ صدور اللائحه اللي هي في شهر اغسطس الماضي. احنا قلنا 8/7/2019 لقانون 17 لسنه 2019. عظيم. وهينتهي بتاريخ 8 يناير 2020. ده تاريخ انتهاء الفرصه. نرجع في البدايه فرصه التقديم. التقديم في البدايه احنا طبعا بدون لجنه استيراد املاك الدوله، استرداد املاك الدوله، ما كانش هيبقى اصلا موجود القانون ده اصلا. يعني قانون القانون 17 لسنه 2019 لجنه استيراد الدوله عملت معجزه في الشارع فيه. يعني استردت حوالي 21,000 حاله تعدي، 21,000 حالة و400 حالة تعدي موجودة في مصر لحوالي 207 فدان. 207,000 فدان. ده رقم كبير لجنة استرداد الدولة قامته. سلمت 4500 عقد لمن توفر لهم شروط التقنين. أنا عارف شغل اللجنة ده كويس جدا، وده موضوع كبير قوي. أنا هتكلم دلوقتي برضو مرة تانية. خلينا في المثال بتاع فيصل. تمام تمام. عشان المخرج قال لي على سؤال تاني، بيقول لي لو صاحب العمارة مخالف وأنا ساكن ومش عارف، مش عايز اتصالح، هعمل ايه؟ هنوصل لها. بس أنا بتكلم دلوقتي على الطلب. قدمنا الطلب اللي فيه رسوم من 500 لكم؟ من 500 من 125 للقرى و500 للمدن، لحد ادنى لحد اقصى 5000. عظيم جدا. بعد ما بقدم الطلب وبقدم معاه تقرير هندسي بسلامه المبنى مثلا، خلينا خطوه خطوه. بتبدا المحافظه بترسل لجنه هندسيه ولجنه فنيه لمعاينه العقار ذات نفسه، انه يشوف العقار ده صحيح للسلامه الانشائيه او لم يتم اصلا في البت في الطلب بتاعه، عشان العقار اصلا غير صالح. ده رقم واحد. خلاص يبقى دون كده بيتم استبعاده، والمواطن له الحق في يعني طلب الشكوى خلال شهر من تاريخ الرفض. يعني قدامه شهر بس واحد انه يقدم التظلم بتاعه لصندوق الشكاوى ان حصل عندي مشكله وانا عايز ان انا اتظلم من القرار. ده القصه كلها يعني دي القصه يعني في خاصه قدامه. في حاله اقرار المخالفه وانها ينطبق عليها التصالح، هنا بيبقى في رسوم تدفع. رسوم فلازم الرسوم دي تقيم. مين اللي بيقيمها؟ اللجنه المشكله من المحافظه، اللجنه المشكله من الرقابه الاداريه، مشكله من الاداره الهندسيه، لجنه مشكله من وزارة المالية. كل اللجنة دي كلها بتكون بتزور العقار على الطبيعة، وبيتم تحديده من 50 لـ 2000. من 50 جنيه للمتر. للمتر طلع عليا 50,000 جنيه وانا معيش ال 50,000 جنيه. في فرصة للتقسيط لمدة 3 سنين. يعني مش لجنة واحدة، مع احترام لحضرتك. احنا بتشكل لنا لجنتين، لجنة فنية ولجنة فيها خبير تقييم عقاري. لازم نفصل بين اللجنتين. اللجنة الفنية دي بتبت في الموضوع اصلا، ينفع ولا ما ينفع، ينفع ولا ما ينفعش. بتحول لما لو ينفع تديله بقى تقييم على لجنة. تمام. فيها اتنين خبرة. تمام. هي سميت في النهاية لجنة الفنية. لا ما علينا ما علينا. يعني خلاص هنعمل لجنة، هنعمل لجنتين ثلاثة، هننزل ناس خبرة. تقييم واحد هيقيم من حيث الناحية الهندسية والتاني مالية. لا التاني بيصنف. يمكن النهاردة طلعت اللجنة الفنية في محافظة الألوية بالصدفة القرار بتاعها، صنفت المنطقة، صنفت بنها، وصنفت طوخ. كل حاجة ليها تصنيف، كل منطقة ليها تصنيف من 50 لـ 2000. وداخل التصنيف ده في تصنيف تاني سكني صناعي مفهوم. تجاري. خلينا برضو في المثال اللي احنا ضربناه. قدمت الطلب طلع عليا 50,000 جنيه قيس. وانا معيش 50,000 جنيه. خلينا نشوف، خلينا نشوف اللائحة بتقول ايه. اللائحة قالت ان هناك آلية تقسيط قيمة المخالفة بالنسبة لغير القادرين، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين بشرط ادفع 25%. حيث اتاحت للمواطن في حالة رغبته سداد مقابل التصالح على اقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الاقل من القيمة الاجمالية لمقابل التصالح، على ان يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الاقساط. حضرتك لو عليك فلوس بتدفع 25% منها الاول، وبعد كده بتقسط الباقي لمده 3 سنين، لكن قرار التصالح اللي بيه هتروح بيه المحكمه عشان تشيل من عليك العقوبه مش هينتهي الا ما تكون دفعت فلوس الدوله كامله. عارف ان احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس المخرج بيقول لي اطلع فاصل. هطلع فاصل وارجع اقول لحضرتك. والمخرج كمان بيسال، بيقول لك لو الراجل اللي باني العماره وعنده سكان وكان المفروض يروح يتصالح، ما
راحش تصالح، وانا راجل ساكن عندي شقه من ضمن 20 شقه موجودين، ساكن ولا بتملك؟ اعمل ايه؟ لا تفرق بعد الفصل، اطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة. لا تفرق ساكن. ورجعنا للائحة، لقينا فيها كل الورق اللي مطلوب تاخده معاك وانت رايح تقدم الطلب. صورة من بطاقة الرقم القومي، المستندات اللي بتدل على صفة مقدم طلب التصالح، يعني انت صفتك ايه؟ المستندات الدالة على ان المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح، يعني خلي بالك اللي بنى بعد كده مفيش تصالح. المستندات الدالة على تحرير محضر مخالفة للعقار، وطبعا الأحرى لو ما تمش تحرير محضر أنه يعني يثبت أنه لم يتم تحرير محضر. مستندات تركيب أي مرفق من المرافق، لو معاك وصل غاز وصل كهرباء مقايسة حتى ممارسة تقدر تعملها. مستخرج رسمي من الضرائب العقارية إن وجدت عليها رسوم ضرائب عقارية، نسخة من العقود المشهرة للعقار. ده كلام بتاخده معاك وانت رايح عشان تقدم الطلب، وتدفع الرسم بتاع الطلب زي ما بيتقدر لك، تطلع لك لجنة هندسية تشوف الاول العقار ده ينطبق عليه الشروط ولا لا، بعد كده العنصر المالي ايا بقى نسميه لجنة نسميه اي حاجة يقول لك عليك 100 جنيه. ال 100 جنيه دي اما انك تدفعها مرة واحدة تاخد ورقة التصالح، واما ان انت تقسطها على 3 سنين. كان ده مظبوط؟ مظبوط. تمام. المخرج بتاعنا لانه لئيم شوية فبيقول لي ايه، عمارة في فيصل، هي نفس العمارة على فكرة، 6 ادوار، 2 منهم مخالفين و4 سلاب، الاثنين اللي فوق مش كل الشقق ساكنه، ففي واحد انا الوحيد باين في الخليج وانا الوحيد اللي موجود في الشقه وعايز اتصالح، اعمل ايه؟ هتعمل كل الاجراءات دي لوحدك. لوحدي على الدورين؟ لا على الوحده بتاعته بس، سلامه المنشأ تبقى على المنشأ على ان الاساس يستحمل الدورين الزياده. طبعا طبعا. وبالتالي في حاله التصالح هنا بقى التقدير بيبقى على الشقه الواحده. اللي علم قدم. انا مقدم اتصالح. الكلام ده اكيد اكيد كويس. فبالتالي لو هم 4 شقق على الدور انا ما باخدش مخالفه على الدور، بس طبعا هيستفيد منها الاخرين، يعني هيبقى انا قطعت نص الطريق على الاقل. قطعت نص الطريق بس مش هيستفيد منها لان الفرصه هتخلص، هي 6 شهور هتخلص، يبقى مش هيستفيدوا منها. طب وبعدين هيتم هيطبق عليهم القانون العام بقى. القانون العام اللي هي قضيه ويمشي فيها الموضوع كده بالظبط. يعني لو شقه واحده في الدور تصلحت هيخش لها ميه ونور، ويبقى لها عدادين كهرباء وعداد ميه وعداد غاز، والباقي مش هيدخل. يعني اعتقد الموضوع ده محتاج دراسه، لانه مش منطقي ان احنا نقول انه شقه واحده في الدور هيدخل لها الكلام ده والثلاثه مش هيدخلهم. يعني معنى كده ان انا هيتحكم عليا ان ابقى في دور او في دورين، ما ده دفع والتانيين ما دفعوش. طيب. ازاي اساوي بين اللي تقدم وتصالح وبين اللي لا؟ انا ما اختلفتش في فقه الموضوع، انا بتكلم في التطبيق على الارض، انه ازاي واحد يبقى عايش والدور كله مش عايش معاه. هنعرف يعني هنعرف تفاصيل اكتر من دي. هاجي بقى للحالات اللي مش ممكن هتصالح فيها. يعني في ناس بتعتقد انه لو جه وحط ايده على الارض وملك للدوله ممكن القانون ده يشمله، في ناس بتعتقد انه لو جه وغير الفيلا اللي ليها طابع معماري فريد وقلبها وبقت 10 ادوار فيها فيها سجن دي. فايه هي يعني شفت ازاي القانون تناول ازاي الحالات دي؟ هو مبدئيا بالنسبه لي القرى كان في مسح جوي من القوات المسلحه في 7/2017، فاي بناء بعد 7/2017 مش هيكون فيه تصالح. واي بناء في الاحوزه العمرانيه حصلت بعد اصدار القانون في شهر 8/4/2019 مش هيكون فيه تصالح. واي مخالفات حصلت او تعدى على الاراضي املاك الدوله او مباني تراث معماري او باي شكل من الاشكال او ارتفاعات دفاع او طوال مدني ما يسمحش بيها، ده مش هيكون فيها تصالح. فالدوله حددت ان اي تعديات على ممتلكات الدوله او تضارب مع الطيران المدني مش هيكون في اي تصالح. غير كده الدوله عندها استعداد ان هي تتصالح مع كل انواع المخالفات الموجوده باستثناء ال7 شروط اللي احنا قلناهم في الاول. طيب تعرفوا مصر والمصريين اللي فيها مننا يعني عملوا مخالفات في البنى قد ايه؟ هي بتمثل انا زمايلي هيجاوبوا على الخبر ده لانه ايه؟ أوكي. عملوا انفوجراف كده
من سنة 2000 ل 2017 احنا ومننا وفينا واحنا اللي خلفنا واحنا اللي بنينا واحنا اللي طلعنا القانون عشان نصالح نفسنا. نشوف مع حضراتكم الانفوجراف اللي عاملينه زمايل. بلغ إجمالي عدد المباني المخالفة اللي خلفها المصريين اللي منهم الراجل بتاع فيصل اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي في نفس العمارة الست دوار أربعة واخدين رخصة واتنين لا، بلغ إجمالي عدد المباني المخالفة 2,878,808 مبنى. عدد القرارات اللي صدرت بالإزالة 2,644,000 قرار. اسمع المفارقة بقى، عدد الحالات المتبقية حوالي 2,000,000 مبنى، يعني احنا ما عملناش الإزالة للباقيين. عدد المباني اللي تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها، ده كلام كبير، 43,797 حال. محافظة الدقهلية تعتبر في صدارة المحافظات عشان ما لهاش ظهير صحراوي التي بها مباني تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها، وعددها 6,272 مبنى المفروض يزالوا ولم يزالوا، وبالتالي عنده فرصة أخيرة إن انطبقت عليه الشروط إنه يتصالح. تنوع المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، منها بناء بدون ترخيص ودي عددها 1,764,838 حالة. ومحافظة الشرقية خدت الترتيب الأول في مخالفات البناء، بلغ عدد المباني المخالفة 529,024. ومحافظة القاهرة بلغ عدد مخالفات المباني بها 136,169. ده السي في بتاع المصريين في المخالفات ليه تحفظ. يعني انا بس عايز اقول لك انت عملت ايه ببلدك. يعني الارقام اللي احنا شفناها دي ما جبناش واحد من هولندا عملها، ده احنا المصريين علي ومحمد ومحمود وبتاع الدقهلية وبتاع الشرقية عملنا 2,878,000 حالة مخالفة بنى. شايف ده ازاي؟ شايف ان قانون التصالح دلوقتي جاله فرصة بقى يعدل الأخطاء دي كلها. شايف ان دي كانت طبعا كارثة، طبعا بعد الثورة واللي حصل في التعديات بالبناء المخالف في كل المحافظات مشاكل كتيرة جدا بسبب المباني المخالفة دي. جالك الفرصة بقى خلاص اللي هو قانون التصالح ان انت تبدأ تتصالح مع الدولة وتعدل وضعك. ولكن احنا بنطالب يعني بالنظر لبعض الأسر الفقيرة اللي احنا يعني القانون حدد من 50 ل 2000، ان بعض الأسر اللي باني مثلا دور او اتنين عايش فيهم ما تعملش المستثمر زيه زي المواطن العادي، يعني يكون في نظر لبعض المواطنين على حالتهم المادية. ما فيش نظر بقى، في قانون. هنا ما اقدرش حسب اللجنة، ما هو حسب اللجنه، ما هو انت عايز تقول يعني اللجنة. خلي باله من التقدير بس طبعا لا نقدر نتخطى الحد الادنى ولا الحد الاقصى. طبعا اللي هو من 50 ل 2000، يعني لازم يعني نعتبر المواطنين دول مش واخده هو عشان يستثمر بيه، لا لازم يعني ايه نقول ان في رحمه شويه للقصه دي. ثانيا في لغط كبير جدا عند المواطنين اللي يقول لك انا باني بعد القانون ايه اعمل ايه، يعني اللي باني بعد القانون اعمل ايه. ده ينطبق عليه بقى قانون البناء الموحد، ملوش دعوه بقانون خلاص البناء المخالف وقانون التصالح، ملوش دعوه بيه خالص. في بقى قانون البناء الموحد اللي يناقش في مجلس النواب. في ناس كتير تقول لك طب الفلوس اللي هي جت دي كلها عملتوا بيها ايه؟ الدوله عملت بيها ايه؟ لا، نيجي كده نمسك ورقه وقلم نقول لهم لا، في 25% من الاموال التي تم تحصيلها من حق الشعب دخلت في صندوق صندوق الاسكان الاجتماعي، دخل فيه الراجل بتاع فيصل. مش هيهمه السؤال ده دلوقتي، الراجل بتاع فيصل هيهمه التصالح على الدورين اللي هو مخالف عليهم ازاي ويعمل ايه وايه الورقه والقلم وايه المطلوب منه. السؤال بقى، انا اتصالحت ورحت للدوله، الدوله قالت عليك 50,000 جنيه، اتفضل يا عم انا بعت حتتين صيغه كانوا عند مش عارف مين ورحت اتصالحت بال 50,000 جنيه، الدوله هتعمل لي ايه؟ الدوله هتقنن وضعك. انت وضعك ما كانش شرعي، دلوقتي بقى وضعك شرعي قانوني، بمعنى هيخش لك ميه رسمي، هيخش لك كهرباء، هيخش لك غاز، هتقدر تمن الشقه دي هيزيد. انا النهارده لما ابيع شقه في السوق العقاري وهي مخالفه ولا ليها ميه ولا ليها نور ولا ليها غاز هبيعها بربع تمنها. لكن لما تبقى شقه ليها شرعيه وفيها كل المرافق
تمنها هيتضاعف الخمس اضعاف. عملت عقار وكان مخالف واتحكم عليا بسنه سجن والحكم اتايد عليا وبقضي سنه السجن دلوقتي، واتصالحت مع الدوله، الدوله تعمل لي ايه؟ هو اول ما بتقدم طلب تصالح للدوله على طول المحكمه بتوقف تنفيذ الحكم. لا اتفضل. يترتب على الموافقه على طلب التصالح في حاله صدور حكم باد في موضوع المخالفه وقف تنفيذ العقوبه المقضيه بها على طلب على الموافقه على الطلب مش على تقديم الطلب. يعني لازم الطلب يكون اتوقف عليه اتوافق عليه وبعدين عليه. نوقف التنفيذ. مش ما واحد اقوى بيقدم تصالح بعد كده اللجنه بتبت فيه فبيحصل تصالح بيدفع الفلوس. هنكون دقيقين اكتر. اتفضل. طلب التصالح تقديمه ليس له اي اثر قانوني على الحكم اللي موجود. تمام. لكن فحص الطلب وكل الاشياء دي تمشي فيها زي ما انت مجرد قبول الطلب يوقف تنفيذ العقوبة. المقضي بها. يبقى لو حضرتك اتحكم عليك بسنه سجن لا قدر الله عشان الدورين بتوع فيصل انت برضه مطالب ان انت تروح تتصالح وبعد ما تاخد جواب التصالح تقدمه وتوقف تنفيذ العقوبة. فرصة مش تعود. بس في نقطة مهمة لازم أقولها. إحنا لازم نصنف المخالفات، إحنا بنتكلم عن المخالفات دي كأنها حاجة عامة. لازم أفرق بين حاجتين، في مخالفة تنفيذية وفي مخالفة في الرسومات. مخالفة تنفيذية دي ليها ثلاث أنواع. يا إما خالفت ولكن الاشتراطات البنائية والتخطيطية ما خالفتش فيها فيبقى ساعتها العقوبة بتاعتي 50% من تكلفة المباني. لو أنا خالفت خلاص ولكن مخالفتي دي فيها مخالفة للاشتراطات البنائية والتخطيطية يبقى المخالفة بتاعتي تساوي 100% من قيمة المباني. طب لو أنا خالفت في تغيير استعمال وتغيير استعمال دي أنا هدي هنت مهم جدا وبيتكرر بقى مش في فيصل لا في اكتوبر وفي حدائق في اكتوبر وفي التجمع الخامس وفي كل الكوموندات في مصر. طالعين دلوقتي في الدوبلكس وفي الدوبلكس اللي هو ايه بياخد جزء من البدروم اللي هو اصلا جراج بيلغي الجراج وياخد جزء من البدروم مع الدور الاول ويعمل سلم ويعمل دوبلكس. ده تغيير استخدام. وده مش هيبقى فيه تصالح ليه؟ لأن كل المناطق الجديدة ليها مخططات تفصيلية. تمام وده جه في القانون، برضو كالعادة المخرج متابع معانا بأسئلته الخبيثة وعمال يديني أمثلة عشان يعني نشوف لها حل. الأرض أصلاً المفروض أبني عليها برخصة 500 متر. كويس جدا. أنا بنيت على 650. لا لا دي مخالفة. وطلعت عمارة 10 أدوار. وهو المخرج ساكن في الدور الرابع الشقة اللي على اليمين. يعمل ايه؟ انت كده حضرتك خدت ارض مش ارضك. مش انا ده هو صاحب العماره المالك. خد ارض مش ارضه. يبقى المنتج ده غير شرعي. طيب ما انا ممكن يعني انجاز التصالح يعني وهي املاك مش املاك دوله او جرت ماشيه مع التنظيم العام او اللجنه الهندسيه قالت ما هو لو دفع ثمن ال 130 140 متر الزياده يبقى استفاد كل سكان العماره من التصالح. هو سرق من جاره جاره وافق وصالح مع جاره يعني. خلصت. لا ما هو اكيد لو مع جاره وجاره ده قضيه ثانيه. انا بتكلم دلوقتي على انه مع الحي او مع التنظيم او مع المخطط اللي موجود. هو خد المساحه دي من شارع مثلا ولا خد المساحه دي من جار؟ من عايز اعرف خد المساحه من مين. لو خدها من جار بيتم بقى الاتفاق ما بينهم لكن بالزبط. خطوط التنظيم طبعا برضو من المخالفات الجسيمه اللي ممكن تكون متصالح معاها. يعني العماره العشرة ادوار كلها المفروض تتزال طبعا. طبعا. لا بس على ارض الواقع هيكون صعب. هو ممكن يكون في حل تاني ان احنا ممكن نضرب ال 140 متر في 10 ادوار ب 1400 متر ومعدل متر مثلا 1000 جنيه. لا ماشي ده حل متفق عليه بس انا بتكلم على المبدا. بس هي لو هي هو هيثم قال مثال كويس قال لو الشارع 20 متر وانا كلت من الشارع 4 متر بس هو مخططه 20 متر هل يجوز التصالح؟ القانون بيقول لا لان دي كده املاك دوله. القانون بيقول لا كده دخلت في النقطه الثالثه مش املاك الدوله. لا لا الخروج بره خط التنظيم. عظيم هنسمع بعض. مد لنا في الوقت شويه استاذ كده دخلت لو انا بسمعك دلوقتي ورايح اشتري الشقه برضه في فيصل ايه النصايح اللي انت هتقولها لي عشان ما اقعش في الكلام ده يا جماعه. انا ما كنتش مع صاحب العماره وهو بيطلع الرخصه ولا كنت اعرف بتاع التنظيم ولا خط التنظيم. اقول لحضرتك اللي بينزل يشتري جذبه بيقعد يلف عليها اسبوع. انت رايح ما اسبوع دي جديده كم جذبه النهارده. اللي بينزل النهارده يشتري شقه هيدفع فيها نص مليون جنيه يخبط مشوار لغايه الحي يخبط مشوار لغايه الشهر العقاري. ده من حقه فعلا كانه بيخطب واحده يسال عنها. يسال في الشهر العقاري ويسال في الحي عم عصام مدير التصوير بيقول لي لما بنروح الحي
ما بيقولولناش كل حاجه بقى. انا مش يعني الدنيا مش برضو هو خلينا على ارض الواقع يعني الدنيا مش كلها معلومات صحيحه، ويعني برضو بتاع العماره بيبقى احيانا مظبط نفسه. ما هو ده بقى في نقطه بقى كنت اتكلم حضرتك فيها، لازم حمله توعيه. يعني في ناس كتير ما تعرفش ازاي اعمل ايه واقدم طلب التصالح، ازاي اعرف ان المبنى ده مخالف ولا مش مخالف. انا رايح اشتري، انا رايح اشتري. ما في برضو حمله توعيه شامله بكل الحمله كامله. ان انا ازاي ان انا هشتري شقه اعرف ان هي مخالفه ولا مش مخالفه، ان انا اعمل ايه، اروح الحي اسال فين في الاداره الهندسيه، اسال في التخطيط العمراني الشقه دي متخطط لها في التخطيط العمراني ولا خارج الحيز العمراني خالص. الكلام ده كله هو لازم يروح الحي، زي ما الدكتور قال اللي بيخطب واحده بيسال عليها، لازم تسال على مستقبلك. انت مش هتدفع فلوس هنا وهتحط مبلغ هنا، لازم تسال عليه. في دايما حاجه، يعني مثلا في فيصل انا عندي المفروض لو ارتفاع العماره 1.5 حجم الشارع، فطبيعي ان انا عندي اقصى حاجه ارتفاع فيصل 5-6 ادوار، فانظر بعيني عشان اقيس. لكن انا مخالف. انا ما اجيش اخد مثلا شقه في الدور 12 على شارع 3 متر، على شارع 3 متر وانا بقول لا مش مخالف، في الاخر عايز دور مخالف. فهي ما فيش حد بيشتري شقه الا ما بيكون عارف ان هي مخالفه او غير مخالفه، وكل الناس عارفه ان اول 4-5 ادوار بس هم ده اللي ليهم تصريح واليوم عدادات والباقي كله مخالف. تمام، اذا الدوله قررت وبالقانون التصالح على بعض مخالفات البناء فتره محدوده جدا، 6 شهور بس من تاريخ اللائحه التنفيذيه اللي صدرت في 8/7/2019. تنطبق عليك الشروط، تروح تدفع الفلوس، لو معكش الفلوس تقدر تدفع 25% منها وتقسط الباقي على 3 سنين. لو حكم عليك بعقوبه نتيجه هذه المخالفه تقدر تاخد قرار التصالح وتوقف تنفيذ هذه العقوبه، وتبقى مره واحده في تاريخنا لن تعود، وفرصه اعتقد انها جديره بان الجميع يغتنمها. والاجمل والاحسن ان احنا ما نشوفش 2,878,000 مخالف على ارض مصر استغلوا للاسف فترات سياسيه كانت فيها الدوله منشغله بهموم كثيره، وخدوا حقنا وحق الدوله وعملوا هذه المخالفات. بشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله لينا حلقات كثيره على هذا الموضوع. دي كانت حلقتنا النهارده من الحال اليوم، ان شاء الله بكره حلقه جديده، خليكم معانا.